رجعناكم من جديد مشاهدينا العرب، نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح. تحيه لكل متتبعي قناه سي بي سي بنا وقناه الشروق العامه، تحيه خاصه لكل الجاليه المتواجده في المهجر لتابع قنواتنا وتابع برنامج صباح الشروق. هبه الله جوادي انضمت والتحقت بنا بعد رحله سفر قادتها الى ايطاليا، جاتنا بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الحديثه. مرحبا بك هبه الله. اهلا بك واهلا بكل مشاهدينا الكرام. كيفاش كانت سفريتك؟ كانت جيده. موفقه الحمد لله. رميتي العمله في للاسف ما رميت. للاسف. اذا لكن راح ترمينا اكيد كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا في برنامج نبداو بالبدايه. المعرض اللي رحت ليه هو مينا فوروم اللي تقوم به سامسونج كل عام. كل خطا تختار بلد تقوم به في هذا المعرض، تعرض فيه اخر انتاجاتها لمنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. اوكي. بدايه المدير التسويقي لشركه سامسونج هنا بالجزائر راح يشرح لنا اكثر هذا المعرض، يعني راح يشرحه اكثر مني. نتابع مع بعض، تفضلوا. روما هذا العام 2018 قمنا بها في روما. وشركة سامسونج قامت بالطبعة هذه باش هي عندها مبادرة باش نقوموا بربط بين الموزعين تاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع عائلة صحافة في معرض واحد مخصص لشركة سامسونج، وفيه يعني نقوموا بترويج ومعناتها لو بارتاج دي برودوي لي نوفيل انوفاسيون تاع سامسونج في المنطقة. وأوبورتونيتي لينا يعني لسامسونج الجزائر باش نوريو اخر منتجات واخر ابتكارات سامسونج العالميه للموزعين تاعنا في الجزائر ولعائله صحافه في نفس الوقت. هي كل عام كل سنه يعني سامسونج تقوم بها، اخر مره كانت في مدينه سنغافوره واللي قبلها في البرتغال، والطبعه هذه قمنا بها في روما. شفنا فيها الكثير من اخر المنتجات، الجالكسي A8 شفنا اخر منتوج الـ8K معناتها اليوم كان اطلاق حصري ديالو، كما قمنا وسكين معناتها الاسبوع المقبل اخر منتوج جالكسي اس 9 سيتم الاعلان عنه في موبايل وورد كونغرس في برشلونه. دونك مينا فوروم هي مخصص لسامسونج ومخصص للموزعين والصحافه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. عجبتني خاص بالصحافه الفوروم هذا بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، وشمال افريقيا جاوا الصحفيين من جميع هذه المناطق لتغطيه الحدث. هذا الحدث منهم هبه الله، منهم هبه اللي كانت حاضره. راح نشوفوا مع بعض اخر الانتاجات اللي شفناهم في سامسونج. كانت انتاجات رائعه فعلا، رائعه جدا، يعني انا واحده من الناس انبهرت. يلا خلينا نكتشفوا مع بعض ونشوف اذا كان راح ننبهر. شوفوهم ونعلق على الصور. يلا. كاين هذا ليكرون، هذا ليكرون هو اكثر شيء عجبني لانه جاي على شكل كادر، لما نطفيوه يولي كادر ونخيروا فيه الصوره اللي نحبوا احنا نخيروها. كاين هذا التلفاز اللي انا نشوفه فيه الان بدقه 8K، هي اعلى دقه حاليا. واو. يعني ما كاش اعلى منها. وكاين صور اللي ما يكسبتيهمش، تلمو قوي جدا و تلمو التكنولوجيا تاعهم حديثه، يعني نقدروا بالسمارت فون تاعنا نتصلوا بالتلفزيون نتحكموا به كيما نحبوا. يعني اخر التكنولوجيا اللي توصلت ليها خاصه الشاشات، شاشات رائعه جدا. ووقتاش تدخل الجزائر مثل هذه الشاشات؟ مازال ما حددوش؟ مازال ما حددوش في الجزائر، مازال ما حددوش. يعني والشيء الجميل انه سامسونج على بالك باللي راهي هنا في بلادي. اذا اكيد راح تلحق هذه التكنولوجيا ان شاء الله الجديده الى الاسواق بالتركيب هنا في الجزائر. ايضا ننتقلوا من هذا المعرض الى معرض اخر اللي راه اقيم بمدينه برشلونه الاسبانيه، هذا ام دبليو سي موبايل وورلد. قولي لي شرحتي من ايطاليا؟ ما رحت تاع وجهي خلاص. واش فيه الصالون؟ هذا يا اكبر معرض للهواتف الذكيه، يعني جميع الشركات المنتجه للهواتف الذكيه تلتقي في هذا المعرض. يعني هذه السنه اكثر من 2300 شركه شاركت في هذا المعرض. هو ملتقى سنوي كل سنه يقام؟ كل سنه يقام اكيد، ودائما في برشلونه. هذا دائما في برشلونه. أوكي. يقام يعني من جميع انحاء العالم، كان مشاركين فيه 180 الف مشارك يعني اللي حضروا هذا الصالون. انا نشوفه في الهواتف الذكيه، اخترت مجموعه من الهواتف اللي كانت اللي نالت اعجاب الكثيرين. اولها شركه نوكيا اللي عادت بقوه
واللي عرفت بقوه في الهواتف الذكيه دارت نوكيا 8. نوكيا. شركه نوكيا يعني كانت داتها مايكروسوفت ومن بعد دوكا عاودت ولات اندرويد. يعني اندرويد عادت بقوه. هذا نوكيا 8 سيروكو واللي رانا نشوفوا فيه الان هو ال جي في 30 اس اخر انتاجات شركه ال جي، وهذوما سوني اكسبيريا بريميوم اكس زد 2 وسوني اكسبيريا اكس زد 2 فقط. معروف بدقه الصور، دقه الصوره عاليه جدا. يعني واحد يحب يشري اباري فوتو يشري ان سمارت فون فيه اباري فوتو ان سمارت فون يجمع بين الاثنين. هذا نوكيا ايضا هو متوسط المواصفات. هو نوكيا 7 بلس، يعني عنده مواصفات متوسطه ماهوش عالي الدقه. وكاين هواوي ايضا اللي داروا تابلت نعاود نتذكر اسمها، هي ميديا باد ام 5. هذا التابلت نالت اعجاب الكثيرين. يعني هواوي ماهمش معروفين بالتابلت تو هذه الخطره داروا. مش خصوصيه التابلت هذيك؟ ما عندهمش خصوصيه. وش الخصوصيه نتاع حتى التابلت؟ الحجم نتاعها كبير ولا يعني في نجم نفس حجم هذا الطابلت يعني. اوكي. مش كبير جدا. وكاين اللي داروا الحدث هذا العام هما سامسونج، هاتفيهم الاخيرين الرائدين جالاكسي اس 9 وجالاكسي اس 9 بلس، هذو اللي داروا الحدث. صح داروا الحدث لانه دقه عاليه جدا. كانت هذه اخر الاخبار. شكرا لك. جوله تكنولوجيه حديثه دتنا لها هبه الله، يعطيك الصحه نورتينا بطلالتك. شكرا الله ينورك. نتمنى انكم حبيتوا كل هذه الجوله اللي دتنا لها هبه الله بكل ما فيها من محطات وفقرات، وان شاء الله ايضا تحبوا كل محطات وفقراتنا الصباحيه اليوم. بعد قليل راح تنضم الينا سعاد بن صافي ومحطه امومه، لكن قبل ذلك راح على فاصل واجي.